لا والله ده بالصدفة، انا كنت في الساحل ولقيته في الشنطة رحت لابسه. والله انا طالع دور الشرف اصلا، ولكن الموضوع فلت مننا شويه كالعاده فزودنا الدور شويه. عايزين نتكلم عن ريفو وباباسه ونجاحات كبيره. ريفو ده حته من قلبي طبعا. امير عيد، لا ده امير عيد هو اللي بيدعمني، هو محتاج ندعمه، ده هو اللي بيدعمني جامد قوي وانا بحبه قوي وقريب لقلبي قوي. فاستمتعت بالشغل معاه ومع كل الكاست والكرو في ريفو، كان نقطه تحويل في حياتي يعني. لا دي فيها حاجات احلى ودي فيها حاجات احلى. انت والله دي فيها حاجات حلوه ودي فيها حاجات احلى. امير عيد والله ده في حاجات حلوه. كله حلو، كلهم صحابي كلهم في قلبي ودول اخواتي كلهم اللي انت جبت اساميهم دول. يا اول مره اعمل ضيف شرف، حصل في ضيف شرف. انت عايزه تطلعي اي حاجه تحصرني فيها؟ اتمنى ان يكون في اي حاجه عشان النجاح اللي حصل الكبير ده، فاتمنى ان احنا نقابل النجاح ده بقى حفله بفيلم بجزء تالت باي حاجه اتمنى، ولكن ده مش قراري زي ما انت عارف، انما لو قراري كنت ولعت الدنيا. شكرا شكرا.